بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان داتا اكسس. هنكمل مع بعض بقيه البروجكت بتاع ديسكونكت مود. احنا كنا وقفنا عند فكره ان ازاي اعمل فل وازاي كمان ممكن اريتريف الداتا من خلال السلكت على الكومبو بوكس. هنتكلم دلوقتي عن عمليه الاد او الاضافه. طيب دخلت هنا تحت زرار الاد وهبدا اعمل برضو كيوزنج للتي ام دي ايكوال نيو اس كيو كوماند، وهبدا ادي الكوماند بتاعي الكونكشن كون وجمله الاستعلام بتاعي اللي هتختلف شويه لانها هتكون كوماند من خلال انسرت. طبعا كان بيغني عن الكلام ده كله الاس كيو ال كوماند بيلدر، بس بعض الناس حست ان الموضوع ما هوش اوفيشال قوي، او ان انا مش عارف اكتب انا جمله السلكت ده، انا بستخدمه من خلال داتا جريد فيو، فحبينا نعمل الديمو ده علشان يوضح النقطه دي. هاجي هنا واقول له انسرت انتو التيبل اللي اسمه فريندز الفاليوز. طبعا احنا عندنا فاليوز هنا ما اقدرش ادخلها اللي هي الاي دي، تمام. طيب في الحاله ديت المفترض ان انا هاجي هنا واقول له ات النيم، ده المتغير الاولاني، وات الفول. يبقى احنا عندنا تو بارامتر، وعلشان كده هنبدا نقول له ان السي ام دي دوت بارامتر دوت اد with value. طب هنجيب اسم المتغير بات نيم، وبعدين كوما، هيجي من تكست بوكس تو دوت التكست و سي ام دي دوت بارامترز دوت اد with value للفون ات فون، وهيجي من تكست بوكس 3 دوت التكست. طيب بعد كده هبدا اقول له ان الداب او الداتا ادابتر بتاعي دوت انسيرت كوماند هيجي من السي ام دي. يبقى انا هشتغل دلوقتي على الاربعه كوماند اللي جوه الداتا ادابتر. سريعا كده يا شباب يا ريت نفتكر مع بعض، احنا بيكون عندنا داتا بيز، دي الداتا بيز بتاعنا، تمام. طيب ببدا اعمل لها كونكشن اللي هو السي 1، وما بعملوش اوبن لاني شغال ديسكونكت مود، وببدا اكرييت تحته الداتا ادابتر اللي هو الداب اللي بدوره بيكلم الميموري على الداتا سيت والداتا تيبل اللي جوه الداتا سيت والداتا رو اللي جوه الداتا تيبل، بس من خلال اربعه كوماند. الديفولت بتاعي هو السلكت، السلكت كوماند، الانسرت كوماند، الديليت كوماند، الابديت كوماند، وبيبدا يعمل اتصال من خلال الداتا بيز، يجيب لي الجمل اللي هو محتاجها كلها، هوب يفصل الاتصال، وبالتالي يبقى عندي امكانيه اني اعمل ابديت للداتا ادابتر بناء على الداتا سيت، وهو ده اللي احنا هنعمله. طبعا بيبقى فوق هنا الابلكيشن هو اللي بيتكلم معايا. لو ما انتش فاهم الهيراركال ده كويس، يا ريت ترجع للفيديوهات بتاعه الديسكونكت مود في عمليه الشرح الاولي له، علشان تقدر تبقى عارف يعني ايه انسيرت كوماند. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. جوه الانسيرت كوماند هبدا اكلم الداتا رو بيساوي الدي اس دوت التيبلز اوف فريندز. انا كاني بالظبط جوه سيكوال وعايز افتح رو جديد. تعالى نرجع لسيكوال كده افكرك بحاجه. لو انا جيت هنا كده يا باشمهندس على الداتا بيز ديت وانا واقف هنا، شايف علامة الاسترك اللي تحت اللي بيقول لي موف تو نيو رو؟ لو ضغطت عليها ايه اللي بيحصل؟ بيروح يوقفني عند الرو الجديد، وهو ده اللي انا محتاج اعمله. محتاج اقول له يا داتا ست، انت عندك داتا تيبلز اسمه فريندز، يا ريت تروحي تقفي على الرو الجديد. فباجي هنا وبقول له نيو ايه؟ نيو رو. ودي ميثودز اللي بفتح بيها الرو الجديد. كاني دلوقتي قلت له يا داتا روز، اسف، يا داتا رو، انا عايزك تروح تقف على الرو الجديد. يعني انت بتساوي الرو ايه؟ الجديد. طيب وبعد كده ابدا اقول له ان الدي ار اوف النيم، ما خلاص كده هو شايف نفس الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع اللي هناك. فبقول له عارف الكولوم بتاع النيم بيساوي قيمته من تكست بوكس ايه؟ تو دوت تكست. يبقى انا هنا هاد ويا دي ار اوف الفون هيساوي التكست بوكس 3 دوت تكست. طبعا انا مش محتاج ان انا ادخل الاي دي، لان الاي دي ايدنتيتي. يعني احنا رجعنا تاني كده، الاي دي عباره عن ايه يا شباب؟ ايدنتيتي كولوم، يعني هو بياخده تلقائي من سيكوال.
طيب بعد ما عملنا ده المفترض ان انا اضيف الدي ار جوه الداتا سيت، فهبدا اقول له يا داتا سيت دوت التيبلز اللي عندك اللي اسمه فريندز، دوت الروز، دوت اد، هتضيف جواه. بص مجرد ما افتح القوس كده هيبدا يقول لي ضيف لي داتا رو. طب ما انا معايا دي ار كامل اهو في الاسكانتين دول. جاست ان انا عملت الحكايه ديت انا كده سيفت بس ان ميموري، يعني على الميموري. طيب انا عايز اضيف الكلام ده جوه مين؟ جوه الداتا بيز. فببدا اقول له يا داتا ادابتر دوت هتابديت ايه؟ بيطلب مني حاجتين، داتا سيت معاها كمان الايه؟ التيبل سورس بتاعي. فببدا اقول له دي اس دوت التيبلز اوف فريندز، ده اس التيبل اللي انا ببعته لك. يبقى انت هتعمل ابديت لدول. طبعا بعد كده مسج بوكس نقول له مثلا فيها سيفنج، وممكن افضي التكستات، يعني تكست بوكس 1 دوت التكست يساوي فاضي، ونفس القصه بالنسبه لتكست بوكس 2 وتكست بوكس 3. وما ننساش هنادي على الكومنت اللي بيملى لي الكومبو بوكس علشان يبدا يظهر الاسم الجديد علشان اقدر استدعي الداتا بتاعه. يعني هروح استدعي الداله اللي اسمها في الكومبو، وتعالى ننزل تحت سريعا كده نبدا نحطها بعد المسج. طيب ممكن نخلي دول قبل المسج بوكس بحيث يبان تأثير سريع، وبعدين الرسالة وبعدين الفيل يحصل. طيب لو انا جيت دلوقتي وعملنا رن، ده الكود بتاعك، يا ريت تبص له كده شوف كده القصة بتاعتك هتمشي ازاي. تعالى نعمل رن. جيت انا هنا ورحت جاي قايل ريتاش، والمفروض التليفون 010-00012 تمام، وجيت هنا قلت له ايه؟ او بيقول لي دلوقتي ان الداتا سيت هتساوي نال. يعني خلي بالك الداتا سيت ديت المفترض ان هي بايه؟ بنال. تمام. طيب ليه؟ لان المفترض ان انت في الفورم لود، تعالى هنا كده، ده الفورم لود بتاعي، انت ما طلبتش مني ان اعمل سيلكت للكوماند واحطها في داتا سيت وخلاص، لا ده انت عملت لي الحكايه بتاع اليوزنج دي. موضوع اليوزنج ده معناها ان انا بمجرد ما طلعت بره ما اناش شايف مين الكومبو بتاعي. طيب لو انا جيت هنا كده ووقفت السطر ده والكيرلي براكت بتاعه، وبدات اخد السطر ده كده كوبي، بدات اعمل له هنا بيس، الامر ده اتنفذ وبالفعل بقى عندي داتا تيبل صح؟ لا انا مش عايزها داتا تيبل، او علشان تكون اوضح شويه انا مش عايزها تكون داتا تيبل، ومش عايزها اي دي ونيم، انا هقول اول اترك معايا، وبدل داتا تيبل هخليها دي اس، وهديله اسم للداتا تيبل ديت اللي هي مين؟ فريندز. تعالى كده نجرب الاول، نريلود تاني. بعد التعديل اللي احنا عملناه ده، التعديل ده هيديني امكانيه بان يبقى شايل الداتا سيت معايا. طبعا بما اني انا غيرت هنا وخليته دي اس، يبقى المفترض تيجي هنا وتقول لي دي اس دوت التيبلز اوف اللي اسمه فريندز او ماي فريندز، وبالتالي ينفع انك تقول لي انا دلوقتي هنادي على النيم، بس مش هيبقى بالشكل ده، هيكون نيم بس. تمام، واجي اعمل رن. فبدأت الداتا تظهر كده تاني اهي، وادي الشو عادي خالص. طيب جيت هنا بقى ورحت جاي قايل له طيب شيل ده، تعالى الاول نوقف فكره ان ينفع ادخل اي دي. دي ببساطه خالص هروح على البروبرتي بتاع التكست بوكس بتاع الاي دي
وابدا اغير خاصيه الريد اونلي اخليها ترو بحيث ان هو ما ينفعش ان انا اكتب جواه. تعال بقى نعمل ران وكده الداتا سيت بقت موجوده بحيث ان انا لما اقول له ري تاج واجي هنا واقول له 0 10 اي ارقام كده وابدا اقول له اد بدا يقول لي سيف ومسح التكستات. لو فتحنا الليسته ديت بقى عندي هنا مين؟ ريتاش. بس بقت ريتاش هنا ايه؟ في دوبليكيشن، في عمليه تكرار. طب التكرار ده نتيجه ايه؟ ان انا اشتغلت على نفس الداتا سيت او الداتا تيبل معايا. لو ضغطت على شو بدا يعرض لي ريتاش اهي. طيب القصه فين علشان ما اخليش العمليه دي تتم مرتين ورا بعض؟ بمنتهى البساطه انت كنت بتنادي على عمليه الفيل كومبو. المفترض ان انا هطلع فوق عند الفيل كومبو وابدا اقول له انا هنا بفيل داتا سيت، فهبدا اقول له ان الداتا سيت دوت كلير او الداتا سيت دوت التيبلز دوت كلير هي هيها. طيب سيف وجينا هنا عملنا ران نشوف بقى ناتج الكلام. لو انا جيت هنا وقلت له سيد نزلت تحت 0 12 3 4 اي ارقام وبدات اقول له اد قال لي سيفنج، لو فتحنا الليسته ديت مش موجود غير الداتا اللي انا اخترتها بس، وبكده يبقى احنا عملنا عمليه السيف بمنتهى البساطه وعندي السيرش بقى مظبوط في عمليه الشو وعمليه الريتريف للداتا. طيب لو انا عايز اعمل اديت وديليت ديت هتبقى في الفيديو اللي جاي. يا ريت يكون الفيديو ده وضح لك النقطه كويس. خلي بالك احنا عملنا كلير، خلي بالك انا ماشي معاك واحده واحده عشان تفهم فكره ليه بعمل كلير علشان ما يحصلش تكرار، لاني شغال على نفس الاسامي اللي في الميموريز. ممكن احط اسامي ثانيه، ممكن احط كائنات ثانيه، يعني ما اشتغلش على دي اس، لا ممكن اشتغل على دي اس 1 داتا سيت 1 وداتا سيت 2 زي ما حصل واشتغلت على تيبل 1 وتيبل 2 وهكذا. تمام؟ طيب بكده يبقى احنا خلصنا الفيديو ده وعرفنا ازاي نعمل انسيرت. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وريت تعمل سبسكرايب علشان تيجي لك بقيه الفيديوهات اللي بنعملها على القناه. خليك ايجابي ما توقفش المعلومه عندك. شير في الخير، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.